شاري لها خاتم الماس؟ تبي حق تفشي براضي لهالدرجة هي مهمة اللي شاري لها الماس؟ أحبها إيه أحبها لأني أنا اللي اخترتها ما حد فرضها علي وتلبس فيها وراح أتزوجها فهمتي؟ راح أتزوجها وأشتري لها كل شيء تبيه بس سر صح؟ إيه ليش ما قلت حق عمتي وإخوانك عشان يستانسون لك؟ ليش زكاتي؟ من مصلحتك يكون زكاتي عشان لا تفشلين قدام الناس لا لا أنا ما راح أتفشل لأن عمري ما قصرت بحقك وحق بيتي وعيالي وعمري ما نكرت العشرة عمري ما خليتك تنام الضايق وأنا اللي ظلمت ولا أنا اللي هجرتك ولا أنا اللي حبيت أحد غيرك أنت اللي بتفشل مو أنا فهد ترى أنا عمري ما نسيتك ومشاعري صوبك ترى مثل ما هي للحين سلام يا هلا عافك اليوم شفنا سعاد بالسوق أي سعاد هو سعاد مرت وليد لا مرت يمنا ولا سلمت ولا عبرت رافعة خشمها فوق شي وتمشي بس طافك شي ومشلون قلدتها وهدتني من الضحك سعاد ليش تسوي كذي خبلة ماكو تفسير ثاني فهد ايش فيك كأنك متضايق اليوم لا بس أحس نفسي تعبان فيني النوم شوي انزين تبيني اسوي لك عشاء ترى انا تعشيت مع شيماء بالعافيه عليك اذا كذي بس كوب حليب بس؟ اي ما بثقل عشان انام ان شاء الله اما شيو فيلم فيلم هندي طافك طافك شلون قلدتها ورافعه راس براسها هذيك ما تضحك تضحك ربيك عدل كذي كذي تسوي في بدرية 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 بنت خالك بدرية بنت الخالي اللي عمره ما رد لكم طلب كذي تسوي فيها يما تكفي تكفي لا تعصبي والله خاف عليك وعلى صحتك خاف على احساسها خاف على هالمسكينة هذه خاف على مشاعرها اشكرها واخبرها طقها بوياها انا ما احبك احب واحدة ثانية شنو انت انا ما ربيت عيالي كذي يمه قصباً علي قلبي يبي هالمرة شاب ولا كلمة شاب هذا وأنا وصيتك وقايلت لك وخر عن هالسالفة ليش رجعت يا سامي ليش تبين الصج يمه أنا ما أحب بدرية ولا عمري حبيتها وأنت تدرين بهالشيء وأنا ما أخذتها إلا عشان خاطرك وعشان خاطر خالي الله يرحمه تحب وما تحب عمرك 17 سنة أنت عيوني أقول هالحشوة هذه خل مجود ولدك يقولها خل جراحه يقولها مو أنت ريالش طولك وش عرضك ولدك طولك عيب عليك أصلاً استح على وجهك استح يا يما ما أحبها ما أبيها ما أحبها شلون أجبر نفسي عليها قلبي ما يبيها لأن قلبك جاسي جاسي قالوا إن أعظم عقوبة تصيب الإنسان هي قسوة القلب وأسوأ سجن في العالم هو القلب المغلق وقالوا إن قلب المرأة مثل البيت الصغير ما في غير غرفة واحدة
يسكنها رجل واحد. تفضل. حياتي انت، تسلم ايدك. عفو. ريم حبيبتي قاعدين الصبح، خاف تروح علي نومه. ريم؟ آسف حياتي، ما أدري إيش فيني، تعبان شوي. وقالوا بعد إن قلب الريال مثل الفندق، ما في حدود لعدد غرفة وزواره. جراح صوتك عالي شوي شوي. سوري بس من فعل لما اشوفك انسى كل شيء. يعني مستانس انك قاعد تشوفني صوت وصوره؟ طبعا، بما انه ما قاعد يحصل لي اني اشوفك، بس على الاقل اكلمك سناب. احس هالسنه طويله. راح تطوف هالسنه، بنغمض ونفتح نلاقيها خلصت. بعدين يجمعنا بيت واحد. قولي إن شاء الله. إن شاء الله، بس ما أدري إيش فيني جرح، صار لي كم يوم متضايقة، ما أدري إيش فيني، أحس قلبي مقموت، كنا شيء مو زين بيصير. يعني إيش فيك؟ أول مرة أشوفك متشاهمة كذي. يما، وقالوا إن المرأة دائما تفكر بقلبها، وإن القلب مرات يشوف اللي ما تشوف العين، واللي له قلب لازم يخاف.